هدف مرافقة المصدرين الجزائريين للسعي قدما وتصدير المنتج الجزائري لمختلف الأسواق الأجنبية، أشرف الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بشراكة مع المصدرين لتنصيب رسمي لأعضاء الفيدرالية الوطنية للمصدرين الجزائريين. التفاصيل رصدتها فوزيام سعدي. فاحنا هاد المصدرين هادو هم منخرطين في الاتحاد وكفر، لكن ما لقاوش الاطار وين يتنظموا. احنا الان اعطيناهم الاطار القانوني وين يتنظموا، لان كل من لديه سجل تجاري وبطاقه حرفي له الحق ان ينخرط في الاتحاد وله الحق ان يشارك في الاتحاد. ولهذا اليوم احنا نصبوهم بصفه رسميه باش نعطوهم الاطار اللي يقدروا هما يعملوا فيه ويقدروا يتصلوا مع الوزارات. هذا ومن جهتها أكد رئيس الفيدرالية الوطنية للمصدرين الجزائريين جمال الدين صيد أن توحيد المصدرين في مثل هكذا فيدرالية سيتيح الفرصة أمامهم لحل المشاكل الكثيرة التي لا تزال تعيق عمليات التصدير بالجزائر. الفيدرالية الوطنية للمصدرين هي راح تكون كما راكم شفتوا تشمل أغلبية الولايات الوطن. كان كل مصدر عنده مشكل، كان عندنا اتصالات مع المصدرين. اليوم حبينا نديروا هذه الفيدرالية باش نحكوا على المشاكل تاع التصدير. اليوم الدولة تقول باللي راني نقوم في التسهيلات تاع التصدير، المصدر يقول لك انا عندي مشاكل تاع التصدير، كاين حلقة فارغة بيناتهم. اليوم احنا بالفيدرالية هذه حبينا نربطوا الحلقة هذه. قام وزير السكن والعمران والمدينة